بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، هذا المجلس سيكون مجلسا نطالع فيه بعض الأسئلة التي وعدنا إخواننا أن ننظر فيها، والأسئلة تحمل الإشكالات التي تعتور ذهن كثير من المسلمين، والإجابة على السؤال يعد محاولة لتذليل الصعاب والقضاء على ما يكون في الأذهان من الإشكال. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس مع صحابته ويسمع منهم ويتفاعل معهم، وهذا أمر ينقصنا نحن معشر الشيوخ، أن الناس يسمعوننا ولكن لا نحاول أن نسمعه. يجلسون إلينا ثم لا نجيب عن استفساراتهم إلا من رأس الوقت، أو بمعنى أصح ما تبقى من الوقت. وإن شاء الله هذا المجلس سيكون مجلسكم أنتم. الورق دون ترتيب، نحن نتقرب إلى الله تعالى بحمل نعال الإخوة، وليس هناك من أحد يعني تجاوز حده في الدرس أبدا. الإخوة كلهم أفاضل وعلى دماثة من الخلق وعلى رفعة من الأدب زادهم الله، ليس هناك من شيء. أخ الحبيب، البيع في بنك فيصل الاجتماعي، بنك فيصل الإسلامي. بنك فيصل الإسلامي أنشئ في أواخر السبعينات، تقريبا سنة 77 أو 78، وهو شراكة بين مجموعة من المستثمرين والدولة. كان المقصود منه أن يكون التعامل فيه تعاملا إسلاميا، وبالتالي هناك لجنة شرعية تشرف على معاملات هذا البنك. الأمر الثاني أن الأموال التي توضع في ذلك البنك تدار بطريقة شرعية، إذا المشاريع التي تدور فيها هذه الأموال ليست مشاريع فيها شبهة، فلا تدور أموال هذا البنك لا في القرى السياحية ولا في الفنادق ولا الأشياء التي يمحل شبهة. نعم، هناك بعض التعاملات التي تجرى في ذلك البنك فيها نظر، وهذه تعاملات مختلف في مشروعيتها وعدم مشروعيتها، لكن يغلب على ذلك البنك أنه أحسن من غيره. والمسلم إذا اضطر إلى وضع ماله في البنك فليجعل هذا البنك من البنوك التي يضع فيها ماله. البيع بالتقسيط ذهب الجمهور على جوازه، والفارق بينه وبين الربا فارق معروف. فالربا قرض، لكن هذا إيه؟ هذا بيع، وفارق بين البيع وبين الربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس يا إخواني كل أمر يكون جائزا في كل وقت. يعني ملاحقة الكفار وإيذاؤهم والإضرار بهم بل وقتلهم هذا أمر مشروع، ولكن في بعض الأحوال لا يكون هذا الأمر مشروعا، إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم، أو إذا كانت المفسدة المترتبة عليه أقل أعظم من المصلحة المتوقعة منهم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يسفهون المشركين ويسبون آلهتهم، وسب آلهة المشركين من الكفر بالطاغوت. قال الله تعالى:
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا سب الآلهة وازدراء الآلهة والحط من الآلهة من جملة ما ينبغي أن يفعله المسلم كي يكون كافرا بالطاغوت. وقال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومع ذلك نهى الله تعالى عن سب هؤلاء المشركين، مع الرغم أن سب المشركين أمر جائز، لكن نهانا الله تعالى عن سب المشركين لما سيترتب على سب المشركين من مين؟ من سب الله عز وجل. وسب الله تعالى أعظم، وينبغي للمسلم أن يكون محافظا على جنب الله حتى لا يمس من مشرك. فمع أن هذا الأمر جائز، لكن نهى الله تعالى عما هو جائز لما يترتب عليه منين؟ من الفساد. أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولا جعلتها على بنيان إبراهيم أو على قواعد إبراهيم، ولا جعلت للبيت بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. إذن بيت الله تعالى عندما بني أو عندما بناه المشركون بعد أن تهطم لم يبنى على قواعد إبراهيم، لم يبنى على قواعد إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الحق أن يهدم البيت ويبنى على قواعد إبراهيم. لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن الناس ستقول بأن محمدا هدم بيت الله الحرام، أن محمدا هدم بيت الله الحرام، وهذا أمر لا قبل للعرب به، وربما تغير قلوبهم بسبب ذلك الأمر، وهم قريب عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلطفهم وأن يتألف قلوبهم، فترك ما هو مشروع حتى لا تحدث المفسدة الأعظم. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إذن هذا أمر موجود، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عبد الله ابن أبي ابن سلول ما قال: إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل: سم كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى تنفضوا، حتى ينفضوا. وقال ما قال، وقال ما قال، وسعى ما سعى، وحمى اليهود وحالفهم وتواطأ معهم، وكان ردئا للمنافقين وظهرا للمشركين وعينا على المؤمنين، عبد الله ابن أبي ابن سلول. ومع ذلك عندما قالوا له: يا رسول الله اضرب عنقه، هل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام عنقه؟ قال: لا، قال: لو ضربت عنقه لاحمرت له أنوف، لو ضربت عنقه لاحمرت له أنوف. وفي رواية أخرى: لو ضربت عنقه تكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن قتل عبد الله ابن أبي بن سلول ده مشروع، لكن لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحاب، فيكون ذلك سببا في الصد عن دخول الناس دين الله. إذن أيها الأحباب، ليس كل أمر مشروع
يجب فعله، فقد يكون الأمر مشروعا لكن لا يفعل لما سيترتب عليه من الضرر الماحق، ولما سيحدث من ورائه من المفسدة الراجحة. ولذلك العلماء يقولون وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وهذه قاعدة نورانية لو ضبط الإنسان بها كثيرا من أمور الواقع لأفادته أيما فائدة. وعليه يمكن أن يجيب الأخ السائل عما سأله في مسألة ضرب مركز التجارة العالمي. ماذا نفعل بعد الالتزام؟ بداية الأخ الحبيب يسأل بيقول ماذا نفعل بعد الالتزام؟ ماذا تقصد بالالتزام؟ ماذا تقصد بالالتزام؟ هل تقصد بالالتزام إطلاق اللحية وتقصير الثوب؟ هذا حسن وهو من جملة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل إطلاق اللحية واجب، وتقصير الثوب من هديه عليه الصلاة والسلام ومن جملة سننه. لكن هل الالتزام بهذين الأمرين، بهاتين الشعيرتين، هل هذا التزام؟ كثير من إخواني يظن أن الالتزام يبتدئ عندما يطلق لحيته. إطلاق اللحية حسن وتقصير الثوب حسن، بل هما من جملة الشرع، هما من جملة الشرع، ولا يهون المسلم من شيء شرعه الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى الالتزام؟ ما معنى الالتزام؟ دي المسألة المهمة. ما معنى الالتزام؟ الالتزام تكلمت قبل ذلك عن مفهوم الالتزام، تذكرون ذلك؟ محاضرة كبيرة طويلة عريضة عن مفهوم الالتزام، لأن بعض الناس ظن أن كلمة التزام بدعة. كلمة التزام دي كلمة إيه؟ كلمة بدعية وليس لها أصل في الشرع. لا، دائما الألفاظ من حيث الدلالة إما أن تكون دلالتها شرعية، وإما أن تكون دلالتها لغوية، وإما أن تكون دلالتها عرفية. يبقى عندنا ثلاث دلالات: الدلالة العرفية، اثنين الدلالة الشرعية، ثلاثة الدلالة اللغوية. الدلالة اللغوية إن تعارضت مع الدلالة العرفية تقدم الدلالة العرفية، دي أول قاعدة. القاعدة الثانية: إن تعارضت الدلالة الشرعية مع الدلالة اللغوية تقدم الدلالة الشرعية. أما إذا لم نجد لهذا اللفظ دلالة شرعية ولا دلالة عرفية، فالمصير إلى تحديد مفهوم هذا اللفظ إلى ماذا؟ إلى الدلالة اللغوية. إذن الدلالة اللغوية يكون المعول عليها عندما نفتقد الدلالة الشرعية لللفظ والدلالة العرفية لللفظ. ماشي يا إخواني؟ إذا تواطأت الدلالة اللغوية مع الدلالة الشرعية فهذا حسن، إذا تواطأت الدلالة العرفية مع الدلالة اللغوية فحسن. أضرب أمثلة على ذلك. الدلالة الشرعية أن الرسول هو المكلف من الله عز وجل بإبلاغ الوحي، بإبلاغ الوحي، ده معنى الرسول في الشرع. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن الرسول ده هو رسول من الله للناس برسالة، بوحي، مطلوب من هذا الرسول أن يبلغ هذا الوحي، ده الرسول في الشرع. الرسول في اللغة كل من حمل رسالة فهو إيه؟ فهو رسول. كل من حمل رسالة فهو إيه؟ فهو رسول، مش كده؟ ده معناه في الـ. طيب، عندما أقول أتاني الرسول، أتاني الرسول، تقول لا أتاك الرسول؟ تقول نعم أتاني الرسول. حقيقة
حقيقة يا راجل في المنام ولا في اليقظة؟ أنت في اليقظة. لا، الرسول أتاك في اليقظة؟ نعم، هو يقصد الرسول الشرعي وأنا أقصد الإيه؟ الرسول اللغوي، يعني أتاني رسول من عند فلان، واحد بعت لي جواب مع واحد، إذا المرسال ده هو يسمى إيه؟ رسول. لا، إذا هنا حصل تعارض بين المعنى الشرعي والمعنى الإيه؟ اللغة. فلا ينبغي أن نقدم المعنى اللغوي على المعنى الإيه؟ الشرعي. الصلاة أقوال وأفعال وحركات، أقوال وأفعال وحركات، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. والوضوء شرط في صحته، المعنى ده موجود فين؟ في الشرع. الصلاة في اللغة معنى الإيه؟ الدعاء. الصلاة في اللغة معنى الدعاء. طيب لو أننا أتينا مثلا في صلاة العصر، واحد قال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وتجاوز عني وارفع مقامي واستر عيبي وبارك في ولدي واغفر لإخواني، وقعد يده، ها؟ إذن هذا من حيث اللغة قد إيه؟ من حيث اللغة صلى. طيب أنا لو قلت له هيا بنا لصلاة العصر، قال الحمد لله لقد صليت، لا هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى، ولكن هل هو صلى الصلاة الشرعية صلاة العصر؟ لا. إذن هنا إذا تعارضت الدلالة الشرعية مع الدلالة اللغوية تقدم الدلالة إيه؟ الشرعية. طيب نأتي الدلالة ويعني العرفية والدلالة اللغوية. الدلالة العرفية لما نقول يلا بنا نشتري العفش، وبالكوا جميعا الذين متزوجوا لما يجي بقى يتكلم على بنت الحلال يتفهم على الإيه؟ على العفش، وياخدوا عربية تريلا كبيرة بمقطورتها ويروحهم على دمياط يشتروا الإيه؟ العفش. إذن العفش في عرف الناس هو ماذا؟ اللي هو الأثاث الجديد، الأثاث الجديد. والعرف يفرق بين العفش وبين العزال، العزال اللي هو الأثاث المستعمل، وذلك لما واحد يكون في شقة وينقل شقة تاني يقول لك إيه؟ عزل فلان، عزل. عزل يعني إيه؟ اشتاد العزال، اللي هو الأثاث المستعمل. أما الأثاث الجديد يسمى إيه؟ عفش. ده العرف بتاع الناس. لو إحنا نظرنا في كلمة عفش أصلها نجد أصلها في اللغة وحش جدا، لأن العفش في اللغة معنى كل شيء حقير مسترك. مسترك يعني إيه؟ لا قيمة له، شيء الوحش الذي لا قيمة له. ولعل كلمة فلان عفش لها أصل، واخد بالك إزاي؟ لما يكون بقى مثلا خارج من البيت لم سرح لخلافه كل شعر في جنبي وحالته حالا، نقول فلان ده إيه؟ عفش. لعل ذلك أصله صحيح. إذن هنا تعارضت الدلالة العرفية مع الدلالة إيه؟ اللغوية. يا ترى نقدم أي دلالة؟ العرفية. من الحاجات الظريفة إن أحد الناس يعني هو أخ يعني سمحه الله في أحد أحياء المنصورة هنا اتهم شخصا بأنه مخبر، فلما يعني علمت ذلك وأحد الناس ماشيين معاه بقول له كيف يحصل ذلك؟ قال لا، يتهم الناس بهذه التهمة إزاي؟ فقال لا، هو لا يقصد بالمخبر أي عميل للمباحث، ولكن يقصد بالمخبر الذي يخبر. طب ده مقبول؟ لا يقبل. ليه؟ لأن الدلالة العرفية إذا تعارضت مع الدلالة اللغوية تقدم الدلالة العرفية. مثال فج، ولكن سامحوني فيه. أسامحوني ولا بلاش أقوله؟ نقوله ولا بلاش؟ مش سامع. نقوله ولا بلاش؟ خلاص بلاش. يبقى إذن كلمة الالتزام يا ترى لها مدلول في عرف الشرع؟ نبص كده ما فيش لها مدلول في عرف الشرع، مش موجود. طيب نيجي نبص كده، هل كلمة الالتزام لها مدلول في العرف، العرف الاجتماعي؟ العرف الاجتماعي بردك المسألة دي ضبابية مش واضحة، لأن اعتقادي إن اللحية مش هي الالتزام،
طيب الكلمة دي بتستعمل ولا بتستعملش؟ بتستعمل. إذا أصبحت هذه الكلمة مفروضة علينا، موجودة مفروضة، ما نقدرش إحنا نحذفها، ما نقدرش نقول الكلمة دي لا يمكن التعامل بها، كلمة أصبحت موجودة. طالما كلمة أصبحت موجودة في العرف والعرف لم يحددها تحديدا دقيقا وغير موجودة في عرف الشرع، إذا لابد من تحديدها باللغة. ماشي يا إخواني؟ معلش دي مسألة منهجية حبتين أو كمسألة تأصيلية. إذا هذه الكلمة ليس لها دلالة محددة في عرف الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة. الأمر الثاني إن تحديدها في العرف الاجتماعي تحديد ضبابي، تحديد غير دقيق. إذا لابد من الرجوع في تحديدها إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي، إلى المعنى اللغوي. فنظرنا فوجدنا أن كلمة الالتزام معناها الاستمساك، الاستمساك. والاستمساك ده معناها أن في هناك حاجة أنا هستمسك بها، وهستمسك بها عن إيه؟ يعني أحبها وهخلص لها وهتحمس لها وهبذل لها. إذا المعاني دي كلها هي معاني الإيه؟ الالتزام. إذا الشيء الذي أستمسك به وأحبه وأخلص له وأجعل بذلي من أجله، بل أربط حياتي كلها من أجل ذلك الشيء، ده هو إيه؟ مفهوم ومعنى الالتزام. إذا كان هذا مفهوم الالتزام، إذا ما فيش حاجة بقى اسمها ما معنى الالتزام، لأنك ستعيش في مفهوم الالتزام حتى إيه؟ حتى تموت. إذا ما بعد الالتزام، ما بعد الالتزام هو أن تأخذ جزاءك من عند الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ معلش أطلت في الإجابة حتى تصبين الأمور. ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ نعم فارق عظيم. فالعقاب من البلاء، البلاء أعظم من العقاب. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير فتنة. فالبلاء أعم من العقاب. هل يعاقب الله على كل الذنوب؟ بلاش كلمة كل الذنوب، فإن الله تعالى عفو ومحسن وبر وتواب، ولا يؤاخذ بالذنب إلا إذا لم يتب منه العبد، ولا يأخذ بالذنب إلا إذا أصر عليه العبد، ولا يأخذ بالذنب إلا إذا كان العبد مسيئا لا محسنا. فإن العبد قد يذنب الذنب ويحدث حسنة عظيمة، فتكون هذه الحسنة سببا في محو هذه السيئة. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وعندنا حديثة حاطب ابن أبي بلتعة عندما كاتب المشركين، ومكاتبة المشركين بنقل أخبار المسلمين ذنب عظيم أشد من القتل، ولكنه قد أتى بحسنة عظيمة، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي شهود بدر. وفي رواية أنه شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية، فكانت هذه الحسنة سببا في محو هذه السيئة. هل الله تعالى قدر كل الذنوب؟ نعم نعم، الله تعالى قدر كل الذنوب. وقدر يعني إيه؟ يعني علمها وشاءها وخلقها وكتبها. فهذا الذنب مما يحصل في الكون، هذا الذنب مما يحصل في الكون، فلم يحصل هذا الذنب في الكون إلا بعلم الله. يعني ربنا كان عارف إن ذنب ده سيحصل. الأمر الثاني حصل بمشيئة الله النافذة، لأنه حصل في الكون، فلو حصل بغير مشيئة الله لكان ذلك طعنا في ملك الله وسلطانه وفي ربوبيته وقهره. وأيضا الله تعالى كتب ذلك، فكل شيء في الكون كتبه الله تعالى، كتبه الله تعالى.
بيقول لماذا هذا العمل الانفرادي في الدعوة بين أبناء الدعوة السلفية، ولماذا لا يكون هناك تنظيما يشملهم ينظم عملهم ويوزع الأدوار ويعقد اللقاءات بين هؤلاء الأبناء حتى يكون عملهم مستمرا ولا يتوقف على فترة بداية الالتزام فقط؟ فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. أرجو ألا تظن في الحماسة فقط، ولكن والله يعتصر قلبي الألم حين أسمع أن درس الشيخ الفلاني قد منع، أو المسجد الفلاني قد أغلق، أو العالم الفلاني قد كذا. فلما لا تكون للدعوة أو فلما لا يكون للدعوة أبناء ينتشرون في كل مكان وتنظيما يهابه أي شخص كائنا من كان، فلا يعتدى على شيخ مشايخ أو مسجد مساجد أو أخ من إخوان. ليس كل ما يريده المرء يدركه، دي أولا. ثانيا، أن الدعوة السلفية دعوة ليست تنظيما، دعوة ليست تنظيما، لأن التنظيم سيعني أمور كثيرة نحن في غنى عنها، ولا أريد أن أفصل القول في هذه المسألة، ولكن نحن نريد أن نعرف الناس الحق وأن نجمعهم على الحق وأن يكونوا أربابا للحق، وإذا فعلوا ذلك بإذن الله تعالى كان كل واحد منهم أسدا حصورا لا يؤتى من قبله. فالمقصود أن نربي النخيل وأن نملأ الأرض أشجارا قوية، لا أن نكثر من النباتات الضعيفة ونجعلها في أحواض وأحواض وأحواض، ثم بعد ذلك يأتي أصغر فلاح ليقطفها جميعا. لا، نحن نريد أن نربي أشجارا عظيمة كل شجرة تكون نافعة لإخوانها ولمن جاورها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل إذا دخل وقت الصلاة وأذن لها وأنا في المحاضرة؟ والله إن كانت المحاضرة من المحاضرات الهامة المفيدة التي لا يمكن لك أن تتدارك مثلها، أو ترتب على الخروج مفسدة، أو غلب على ظنك أن أستاذ المادة لن يسمح لك بالخروج، فحاجة من الحاجات الآتية: إما إن أنت لا تأتي المحاضرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ها، وإما أن تصبر حتى تنتهي ثم بعد ذلك تصلي بعد المحاضرة. ومذهب السادة الشافعية في هذه المسألة قد يكون مفيدا، أنهم يرون جواز تأخير الصلاة لمصلحة، لمصلحة مش مجرد الضرورة، لا لا، مجرد المصلحة. في دي مسألة مفيدة. في بعض الأوقات يعلو صوتي على أمي وإخوتي، فماذا أفعل؟ قديما كان بعض الحكماء ينصح الغضوب أن يكون في جيبه مرآة، مرآة صغير، ودي مسألة مش مشكلة، نساء اليومين دولت كل واحدة ماشية معها مرآة، فمعها مرآة، فممكن لو واحد غضوب يجيبه مرآة صغيرة كده، أدي المرآة تحط فين؟ في البراد، إيه المشكلة؟ أول ما صوته يعلو بقى، من الصوت ما بيعلوش إلى ما يحصل بقى إزاي؟ الودان تحمر والرقبة إيه؟ تضخم كده وما إلى ذلك. يمشي بس صورته في المراية، شكله إيه في المراية؟ لو شكله بسطه وعجبه يستمر، لو لقى شكله وحش ها في هذا في هذا الوقت فعليه أن يرعوي وأن ينكفي، وإن شاء الله هتجدوها يعني فكرة رائعة مدهشة، ها، حتى أصحاب المرايات يعني ممكن يعني يقولوا لي جزاك الله خيرا لما يجدوا الناس يكثرون. ممكن احنا نعمل كده، ايه، اخ يبيع مرايات صغيره قدام المسجد، هيكسب ان شاء الله يوم الحد الجاي مكاسب طائله باذن الله تعالى. هل الشيعة كفرة؟ علما اني رايت ما يدل على كفرهم مثل مساله تحريف القران واعطاء علي رضي الله تعالى عنه مقام الإلهية. الشيعة هؤلاء أقسام وأصناف، ويا سبحان الله في كل سنة نخصص عدة دروس للشيعة، يعني مثلا من سنة من الثمانينات
وفي كل سنة بنقول عدة دروس عن هؤلاء الشيعة المجرمين. وأخطر هؤلاء الشيعة هم الجعفرية، الموسوية، الإمامية، الاثنى عشرية، الذين يسكنون العراق وإيران ولبنان وبعض بلاد الخليج. هم أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى. وهذه المسألة استفضنا فيها كثيرا، هذه مسألة ليست تاريخية فحسب ولكنها تاريخية وعصرية. ولكم أن تعلموا أن هناك تحالفا وثيقا بين الشيعة وبين اليهود، تحالفا وثيقا بين الشيعة وبين اليهود، وأن بعض غلاة الشيعة، بعض غلاة الشيعة كالدروز، هؤلاء يخدمون في الجيش الإسرائيلي، يخدمون في الجيش الإسرائيلي. فأنا أقول إن شيعة هؤلاء يجب التحذير منهم وعدم الاطمئنان إلى كلامهم، بل يجب الإنسان أن يشهر بأحدهم بطريقة تنفر الناس منه، فهم يكرهون الصحابة ويقعون فيهم ويكفرونهم ويبدعون الصالحين، وهم إلب مع الكفار ضد الموحدين. ده خلاص المسألة. كنا نسعى في إعادة شاب إلى طريق الهداية، ولكن كان هناك مشكلة، أن السؤال كان يحيره أن الله عز وجل قد خلق الكافر والمسلم ويعلم ذلك، ثم يدخل هذا الجنة وهذا النار، فأين عدل الله إلى آخره. لابد أن احنا يكون عدة لنا عدة أصول في هذه المسألة. الأصل الأول أن الله رب وأنت عبد، أن الله رب وأنت عبد. معظمنا طلب في الجامعة، هل يمكن لطالب في الجامعة أن هو يقول لأستاذ يا أستاذ ليه أنت بتعمل كذا وليه أنت بتعملش كذا؟ هل يجرؤ؟ لا يجرؤ، لا يجرؤ أي طالب في الجامعة مهما بلغ أنه يقول لأستاذه أنت بتعمل كذا ليه وليه أنت بتعملش كذا. مش من منطلق الهيبة والخوف فقط، لا، من منطلق أن الأستاذ أكثر منه علما وأعلى منه إيه؟ مقاما، مش كده؟ أعلى منه علما وأعظم منه مقاما. ولله تعالى المثل الأعلى، فهو الرب الذي خلق الكون وأوجده وبرأه على غير مثال سابق، فكيف لعبد أن يسأل ربه لما فعلت ذلك ولما لم تفعل هذا؟ فهذا السؤال خطأ، ولذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وبعدين يحاسب الناس على الشر ويكافئهم على الايه؟ على الخير، وهو عارف ليه؟ لا تسأل، لأنه لا يسأل عما يفعل، فالخلق والكون والقدر فعل الله تعالى، ولا ينبغي لنا أن نخوض فيما يتعلق بالله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا. الأصل الثاني في هذه المسألة أنك لابد أن تحسن الظن بالله عز وجل، لابد أن تحسن الظن بالله عز وجل، أن الله تعالى عادل، وأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه وتعالى العفو والبر والصفح والرحمة أحب إليه من معاجلة الناس العقوبة ونحو من ذلك. الأصل الثالث أن تحرص على ما ينفعك وألا تنشغل بما يضرك، أن تحرص على ما ينفعك وألا تنشغل بما يضرك، فإن الخوض في مثل هذه الترهات يعد من الجدال في القدر، يعد من الجدال في القدر، بل يعد من الاحتجاج بالقدر في المعائب. يعني اللي يقول ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وبرغم من ذلك يعاقب الناس على الشر ليه؟ أمال فين كذا؟ لا تسأل عن ذلك ولا تجادل في هذا، لأن الجدال هذا فيه ضرب وشبه مما كان يفعله المشركون من قبل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا،
إذا احتج المشركون بالقدر على الشرك وهذا لا يجوز. فيا أخي الحبيب أنت من؟ أنت عبد. ومن الله؟ هو الرب السيد الخالق بارئ هذا الكون، موجد هذا الكون، مصور هذا الكون. الكون كله في قهره وسلطانه، لا يكون شيء إلا بمشيئته النافذة التي لا يستطيع أحد أن يردها أو أن يغلب عليها كائنا من كان. سبحان الله، فكيف يستطيع هذا العبد الذي تؤذيه بعوضة، الذي تؤذيه بعوضة والذي يمرضه ريح، لو واحد بس ريح اتحفز في بطنه مش عارف يطلع ريح يحصل له انتفاخ وحياته تبقى جحيم. سبحان الله. ثم إذا مات يصير ديدانا وعظاما نخرة. كيف لذلك العبد أن يفكر في الملك وأن يحاججه بفعله؟ فالزم حدك ولا تتجاوز قدرك، واحرص على ما ينفعك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. بعض الناس يستدل بجواز حلق اللحية بقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أنه يجوز كتمان كذا. طيب خلاص سيكتم لحيته، طب زوجته يخليها متبرجة، زوجته متبرجة بقى. وحاجة تانية، لما يصلي يصلي الصلاة فيها خشوع واطمأنينة، ينقر في صلاته حتى يكتم إيه؟ إيمانها بقى. طالما المسألة كتمان إيمان، يبقى أي شيء يدل على الإيمان يجب عليه يعني إيه؟ أن يكتمه. مش كده ولا لأ؟ هل يستطيع؟ لا. إذن هذا قياس مع الفارق، هذه دولة كافرة لكن نحن لسنا في دولة كافرة. هذا رجل لو أظهر شيئا من الإسلام لدقت عنقه دقا، مثل ما يحصل في بعض البلاد الأوروبية الشرقية التي كانت من قبل دول شيوعية. كان لو واحد بس واحد مسكوه مع مصحف كان بيتعدم، لو مع مصحف بيتعدم. احنا عندنا في مصر ما شاء الله، شوف المنبر كده مليان مصاحف، احنا قاعدين اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله، بنصلي وبنروح وبنيجي وما الى ذلك. الا يبقى المسألة مختلفة ايها الاخوة الكرام. طبعا هذا قياس فاسد، والذي يعني ذهب الى هذا الاجتهاد اجتهاده غير معتبر. الاناشيد الاسلامية التي لا تحتوي على اي نوع من المعازف حتى ولا الدف لا بأس، لكن المشكلة إن بعض الإخوة توسع في سماع الغناء حتى إن سماع القرآن يكون شاقا عليه. يسمع الأغاني أبو الجود وأبو عاصم وأبو علي وأبو محمد، يسمع كل الآباء، يسمع الأغاني كلها ويسمع بقى كل الفرق. دلوقتي أصبح هناك فرق، الفرقة المش عارف إيه لإحياء الأناشيد الإيه، ولابسين كرافتات حمراء وإمصان سودة وبناطيل بيضة وما إلى ذلك. فالأنشيد لا بأس بها، ولكن لا تتوسع في سماعها ولا تعدل عنها ولا تعدل عن سماع القرآن إلى سماع غيره، إلا إذا أردت أن تروح عن نفسك فليكن ذلك في حدود. ما هي النوايا الصالحة الممكنة التي يمكن أن ينويها الشخص فيه؟ نمرة واحد التعليم، اثنين الزواج. طبعا اللي أنا بقول إن هي الصالحة، نمرة واحد إظهار الدين، نمرة اثنين إقامة الدين. نمرة واحد إظهار الدين، اثنين إقامة الدين. إذا أنا مطلوب مني شرعا، سواء أنا طالب، سواء أنا مدرس، أنا مهندس، أنا طبيب، أنا تاجر، أنا زبال، أنا سباك، أنا سائق تاكسي، أي حاجة، إن أنا أظهر الدين وإن أنا إيه أقيم الدين. دي النية الصالحة في هذا الأمر. طبعا كل شيء له من الأسباب ما يناسبه. لا يجوز تخصيص زيارة المقابر في يوم معين ولا في وقت معين. أوصى بقراءة سورة الإخلاص 11 مرة قبل الصلاة عليه في المسجد وقبل دخول القبر. الوصية طالما أنها ليست موافقة للشرع فلا تعتبر.
لأن في هناك وصايا جبرية ووصايا اختيارية، والاثنين يدخلان في ضمن الوصايا الشرعية. أما الوصية البدعية أو الوصية الحرام، فالوصية البدعية أو الحرام لا يجوز. يعني واحد وصى أولاده إن هو لما يموت جارهم يغرقوا الأرض بتاعته، وصاهم بكده، أول ما يموت المحصول بتاع جارهم ده يغرقوا يبوظوه، ده حرام ولا مش حرام؟ يقول ده وصية المرحوم، لا مش مرحوم ولا خلاف، والوصية دي لا تمضي لأنها حرام. وصية بدعية يعني إيه؟ واحد وصى أولاده إن كل يوم عند الصباح وعند المساء يقرأ عليه سورة ياسين، بدعة، يبقى لا تمضي هذه الوصية. وصية اختيارية يعني إيه؟ يعني أوصى الميت قبل أن يموت لأحد من غير الورثة بشيء دون الثلث، دي بيسموها وصية إيه؟ اختيارية، مش وصية واجبة. الوصية الواجبة هي وصية المتوفى قبل أن يموت لأحد من أقاربه ممن لا يرثون في حدود الثلث أو أكثر من الثلث. فإذا كانت الثلث إذا كان الثلث فتمضي هذه الوصية حتى ولو لم يأذن الورث. إذا كان أكثر من الثلث فإنه لابد من إذن الورث. إذن الوصية بشيء مخالف للشرع لا يلتفت إليها. هل يجوز أن يستخير شخص لشخص آخر؟ لا. هل في إسلام سنة حسنة؟ لا، إلا إذا قلنا أن السنة معناها إحياء ما كان غير موجود. يقول صلى الله عليه وسلم من أحيا في الإسلام سنة حسنة، إذا سنة موجودة ولكن هجرت وأهملت حتى كادت أن تموت فأتى شخص فأحياها. نعم. شخص مات بصدمة كهربائية فلو شهيد، نرجو أن يختم الله تعالى لنا بالخير. شروط الشاهد في العقد: العدل هو شرط مهم. الدليل على حرمة كلام الخاطب المخطوبة في الهاتف: هذه المسألة إذا كان الكلام مما فيه مصلحة أو ضرورة فلا بأس. هل يجوز عمل الأعمال الصالحة ثم وهب ثوابها لأحد الأقرباء كالعام مثلا؟ لا بأس في ذلك الأمر، على خلاف، لكن الراجح أنه لا بأس. لقد سمعت أن الدكتور طارق سويدان شيعي، ولكن قد قرأت مقالا عن أنصار السنة ومن شيوخها فأنصح ذلك وجزاك الله خيرا. طارق سويدان ليس شيعيا، ومن قال بأنه شيعي تساهله في بعض المسائل فيما يتعلق بالتشيع، تساهله في بعض هذه المسائل ربما لمصلحة، هذا التساهل لا يعني أنه شيعي. سبحان الله، الشيعي حده الذي يطعن في الصحابة، ده حد الشيعي الذي يطعن في الصحابة، ده الشيعي، ولا أظن أنه يفعل ذلك، ولكنه يتساهل أحيانا في بعض الأمور التي تحتاج إلى موقف صراح، وقد تكلمت أنا في هذه المسألة من قبل. أكل اللانشون والبلوبيف واللحوم المعلبة إذا كان منشأها مصر أو إحدى البلاد الإسلامية لا بأس، يعني إذا كانت معلومة المصدر لا بأس. ما حكم العشق؟ لا ابعد عن المسألة ديت. أما الحديث من أحب فكتم فعشق فمات فهو شهيد، هذا لا يصح، وتكلم عنه ابن القيم بكلام كثير في المنار المنيف بكلام كثير. كيفية قيام الليل؟ أنا يعني أذكر نفسي وإخواني إن احنا نبتدئ القيام بشيء يسير، مثلا مرة كل أسبوع نصح قبل الفجر ولو بنصف ساعة، وبعدين يبقى يومين، وبعدين يبقى مثلا كذا، وبعدين نطول، يعني خذ نفسك بالترتيب وبالتدرج. هل تعاد درس اللغة العربية مما ينتفع به؟ نعم. هل يجوز أن يسمى مسجد بمسجد بني مثلا مسجد فلان أو علان؟ لا أعلم في ذلك مانعا، يعني مسألة عرفية. يعني هل يجوز قضاء الفوائد في النوافل؟ دي مسألة فيها خلاف،
ولا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى صلى سنة الظهر بعد العصر. هل ترديد الأذان فرض؟ ليس فرضا ولكنه سنة، وده مذهب الجمهور. هل قول الله موجود يجوز؟ هو موجود على وزن مفعول، وصيغة مفعول تدل على أن هناك من فعلها، والأحوط ألا نقول هذه اللفظة. سمعت الدكتور فلان في برنامج كذا يقول إن قول القارئ بعد أن تأتي لواتي صدق الله العظيم لا بأس به، وإن كان لم يؤثر عن أحد من السلف، لأن الله تعالى قال قل صدق الله، ووصف نفسه في القرآن بأنه عظيم. يعني إيه؟ يعني إحنا نقول صدق الله، ووصف الله نفسه في القرآن عظيم، ها؟ وهو العلي العظيم، فنقول صدق الله العظيم، فنجمع يعني ليه كده. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو لم يقل من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد. فما دامت البدعة من الشريعة ومن الإسلام جازت، يعني طالما أن البدعة أصلا جت من الإسلام يبقى هي إيه؟ جائزة، وهي سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقد كان الصحابة يأتون بأفعال من دون أن يعلموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بلال يصلي بعد كل وضوء ركعتين، وقال الآخر بعد قول الإمام ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكان أنس يلبي بصوت مختلفة، فهذا كله من السنة الحسنة. طبعا قبل ما نواصل الكلام ده فيه نظر، لأن ليس شرطا أن تكون البدعة ضلالة أن تكون من خارج الدين، لا، قد تكون البدعة الضلالة بدعة أصلها في الدين، ولكن الضلالة تسربت إليها وشابتها لما تعلق بها حالا أو وقتا أو كيفا، حالا أو وقتا أو كيفا أو عددا. إزاي؟ لو واحد مثلا كل يوم قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة واعتقد أنه لما يفعل الكلام ده ربنا بينجيه من العين ومن الفقر وبيحميه وبيرزقه وما إلى ذلك، هل قل والله ديت في الشر أو مش في الشر؟ موجود في الشر. طب الفعل ده هو بالصورة ديت ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تثبت. فهل لو واحد عمل الكلام ده نقول دي بدعة حسنة لأن هي أصلا من الشر؟ لا، دي بيسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، بيسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإيه؟ الإضافية، أو البدعة النسبية أو المكتسبة، وهي بدعة في أصلها من الشرع، ولكن لما شابها حالا أو وقتا أو كيفا أو عددا صارت من البدعة المذموم، صارت من البدعة المذموم. يعني لو إن هناك برضك إنسان كل يوم جمعة قبل الصلاة يقعد كده على الكرسي الكبير ويقرأ ربع قبل الصلاة ويقول القرآن ده حرام؟ حرام؟ مش حرام ولا حاجة، ولكن الصورة ديت لم تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. فطالما أنهم لم يسبقون إلى هذا الخير في حاجة من اثنين، إما دهوت حاجة أهدى مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو دي حاجة ليست من هديه عليه الصلاة والسلام. لو قلنا ليست من هديه عليه الصلاة والسلام إذا بدعة، ولو قلنا إن دي أهدى مما كان عليه صلى الله عليه وسلم يبدأ إيه؟ كفر. يبدأ كده أو كده، ما فيش حاجة أكثر من الاثنين دول. الحاجة الثانية كلمة فهو رد، رد على وزن فعل، رد على وزن فعل بمعنى مفعول، رد بمعنى رد على وزن فعل بمعنى مفعول، ها؟ فمفعول يعني مردود، يبقى كل من أحدث في أمرنا هذا أي في دين الله عز وجل ما ليس في دين الله عز وجل أصلا، ودي البدعة الحقيقية، أو هيئة أو كيفية أو زمانا أو عددا، يبقى دي بدعة إيه؟ إضافية. يبقى البدعة قسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وبعض العلماء بيضيفوا قسمة ثالثة وهي البدعة التركية. البدعة الإيه؟
التركية، البدعة التركية. فهناك سنن تسمى سنن تركية، فمن لم يفعلها كان مبتدعا بدعة تركية. زي مثلا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أو أقام لصلاة العيد، يبقى كل صلاة لها أذان وإقام إلى صلاة العيد، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الأذان والإقام. يبقى هنا ترك الأذان والإقام هي الإيه؟ هي السنة. يبقى لو واحد أذن وأقام يبقى ذات إيه؟ بدعة متعلقة بالترك، فيسمونها بدعة إيه؟ تركية. ماشي معايا يا أخواني؟ معايا في المسألة ديت؟ يبقى إذن سننه من حيث التروك من تلبس بها فقد ابتدع، وتسمى بدعته آنذاك بالبدعة الإيه؟ التركية. فهذا كلام يحتاج طبعا إلى نظر، بالرغم من الأيل هذا الكلام يعني تجراسي وشيخي، لكن دي مسألة يعني فيها حق لابد أن نقوله. ويقترح الدكتور المذكور يعني نسأل الله تعالى أن يعني يسدده وأن يوفقه وأن يرشده، أن ترمى الجمرات في الحج بواسطة مسدس بلاستيك. أنا بصراحة مش قادر، يا ترى ده المسدس اللي هو بتاع العيال كده؟ طب ما ده شيء جدا، في مسدس بلاستيك ده لو الواحد خبط منه خبطة هيتلسع، لو جت في عينه يتصفيها له، ما دي مشكلة برضه. أنا مش عارف الاقتراح ده، بواسطة مسدس بلاستيك نظرا للزحام الهائل وتخفيفا للمشقة. طيب ما في عندنا قول لبعض العلماء أنه يجوز الإنابة في الرمي عند الضرر أو عند التعذر، أحسن من ده، يجوز الإنابة عند التعذر أو عند الحاجة. افترضنا واحد مش قادر، واخد بالك ازاي، اتنين بيشتلوه بيسندوه، لو لابد انت تروح ترمي هيروح مش هيرجع، يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ طب ما ينيب عنه، ايه المشكلة؟ او واحد مثلا الضغط بتاعه ارتفع او انخفض وحالته مرضية لا تسمح ان هو يروح في الشمس وما الى ذلك، يعمل ايه؟ لا بأس ان ينيب عنه غيره، لا بأس. يعني بدل ما نقول بقى مسدس بلاستيك وبتاعه والكلام ده، يعني نقول لهذا الوضع نعم، ولو أخره جاز، إيه المشكلة؟ ولو أخره جاز. مسألة الحق في واحد ده مسألة تكلم عليها الأصوليون، أن الحق لا يتعدد، أن الحق لا يتعدد، لأن من صفة الحق أنه إيه؟ أنه واحد. طيب إزاي هذا الكلام الذي ذكره الأصوليون، وأنت ذكرت قبل ذلك إن ممكن يكون القولين كل منهما له دليله الصحيح، يبقى كل واحد دليله صحيح، يبقى كل واحد على حق، يبقى الحق هنا إيه؟ تعدد. لا، المسألة إن الاثنين صح، ولكن أحدهم عند الله تعالى أصح من الآخر، أحدهم عند الله تعالى أصح من الآخر، وإن كنا نجهل ذلك فلا تعارض بين القولين. الحاجة الثانية، هل يجوز إن الإنسان يجمع في فعله بين المسائل التي تعددت فيها الأدلة الصحيحة؟ يعني ثبت الوضع اليد اليمنى على اليسرى، وثبت قبض اليسرى باليمنى، فهل ممكن مرة الإنسان يقبض ممكن الإنسان يضع؟ لا صح، ممكن تقبض وممكن تضع، الاثنين صح، لو عملت ديت صح ولو عملت ديت صح، طالما أن المسألة ثبتت من وجوهها بالأدلة الصحيحة لا بأس في هذا. كل مجتهد مأجور، كل مجتهد مأجور، ولكن ليس كل مجتهد مصيب، واخد بالك ازاي؟ اللي ممكن يجتهد ويخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأخطأ. لا مش في ديت، دي عند وجود الأدلة الصحيحة او عند وجود دليل صحيح وتعدد الاجتهاد. يعني في دليل واحد صحيح، دليل واحد صحيح بس وتعدد الاجتهاد، وكان الاجتهاد منضبطا، وانا كان في المساله ديت قلت لابد الاجتهاد ذات نفسه يكون ايه؟ منضبط، مش كل اجتهاد يكون مقبول. طب ما هم الشيعة اجتهدوا في قول الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يمكن ان تذبحوا بقر، وقول البقر يمين عائشه، ده اجتهاد منه، لكن ده كده صح غير مقبول. الخوارج اجتهدوا في تكفير الصحابه انه ما خرج لحكم الله تعالى في قوله تعالى ان الحكم الى الله، لكن اجتهادهم ده صح خطأ. الجماعة اللي منعوا الزكاة منعوهم مجتهدين،
في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه، هل اجتهدوا ده صح؟ لا. فليس كل مجتهد ايه مصيب. اذا الاجتهاد لابد ان يكون له ضوابط. سبق وقلت ان انا لا اتكلم عن اشخاص ابدا، انا اتكلم عن مناهج، منهج. ولما اقول المنهج بقول المنهج بصفاته مش باشخاصه، بقول المنهج ده كذا وكذا 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 وكذا. اما اسقاط المنهج على اشخاصه فهذا لا يعنيني، لان الذي يعنيني هو البيان، لاننا في اوقات اذ لهمت فيها الامور ويعني الصوره اصبح فيها نوع من الضبابيه بصوره كبيره، فكان البيان ضروريا. وزي ما بيقول الاصوليون لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، فده وقت حاجه لابد الناس تبين فيها امور الحق. اما بالنسبه للاشخاص فانا لا اتكلم عن الاشخاص الا اذا كانوا من اهل الخير والفضل لاذكر خيرهم وفضله. يا مثلا واحد سالني مش محمد حسان، نقول هذا من شيوخ الدعوه ورجل مبارك طاهر القلب والثوب، ونسال الله تعالى ان يبارك فيه. الشيخ مصطفى العدوي هذا شيخ من شيوخ الدعوه مبارك مسدد، نسال الله تعالى ان يلهمه رشده وان يسدده وان يوقفه على ما به يرتفع ويعلو، ونريد له الخير باذن الله تعالى. مثلا فالمشايخ الافاضل نتكلم عنهم حتى نثني عليهم بالخير، اما من سواهم الذين فيهم كلام وتفصيل وما الى ذلك فيعني فغض الطرف فانك لست من تميم. هل المعلوم بالضروره هو المعلوم بالاضطرار؟ كلاهما بمعنى. نعم، حذيفه بن اليمان هو صاحب سر النبي عليه الصلاه والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك أخبره بالمنافقين الذين أرادوا أن يتمالأوا على قتله عليه الصلاة والسلام، وحديثة عمر معه صحيحة ثابتة. وأنا كنت يعني لي رغبة شديدة أن نتكلم عن وضع المسلمين والواقع الحالي الذي نكتوي بناره في كل لحظة، لا سيما في ضوء المتغيرات التي تضغط بشدة على مجتمعات المسلمين. يعني إلى متى نصدق أعداء الدين؟ إلى متى نصدق أعداء الدين؟ نصدق خارطة الطريق ونصدق المفاوضات الثنائية ونصدق الأمم المتحدة ونصدق مجلس الأمن ونصدق دعوات ضبط النفس والتزام الهدوء، وكل هذا الأمر إلى متى يعني نصدق مثل هذا الكلام؟ لا ينبغي أن نصدق إلا شيئا واحدا، وهو قال تعالى وقل الحق من ربكم، من صدقش إلا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وماذا قال الله تعالى؟ قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا قال الكلام دي آية موجودة في القرآن. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده أصل المسألة، ما لابد أن تعرف عدوك حتى تحاربه وحتى تبغضه وحتى تجعل قلبك منه منفضا، ولابد أن تعرف حبيبك لتواليه وتنصره وتحبه وتجعل إليه المودة وتبذل إليه الموالاة. فهذه الأوقات من أعظم الأوقات التي ينبغي أن يحرر فيها أو أن تحرر فيها مسألة الولاء والبراء. ده عنوان، وإن شاء الله أسأل الله في المرة القادمة أن يكون الأمر متهيئا في وقت أطول لأتكلم براحتي، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا إلى محابه ومرضيه، وأن يثبتكم على دينه، وأن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يوفقكم في دراستكم ومذاكرتكم، ألا تذاكروا شيئا إلا فهمتموه، وألا تفهموا شيئا إلا استوعبتموه، وألا تستوعبوا شيئا إلا أتى فيه الامتحان. دي مسألة مهمة جدا. ولا رأيكم في دعوة دي حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة أوي. طيب ربنا يبارك فيكم إن شاء الله ويصلح أحوالنا وأحوالكم ويسددنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.